القاهرة الدولي، وبيسعدني ان التقي بحضراتكم النهارده في مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك ونادي السويس. المباراة زي ما حضراتكم عارفين في ختام الاسبوع التاسع اللي بدأ اول امبارح بلقاء الاهلي والمحلة، وامبارح لعب المنصورة والمقاولين العرب، والنهارده بتستكمل مباريات الاسبوع التاسع. هقول لحضراتكم بسرعة تشكيل الفرقتين. بيمثل نادي الزمالك النهاردة جول حسين السيد، قدامه أشرف قاسم ليبرو، اتنين مساكين نبيل محمود ومدحت عبد الهادي، وفي الجنب اليمين بيلعب حسين عبد اللطيف، في الجنب الشمال عصام مرعي، في نص الملعب إسماعيل يوسف بيلعب محور ارتكاز، وفي الجنب الشمال خالد الغندور، واليمين محمد عبد الجليل. اول مباراه بيبداها محمد عبد الجليل مع نادي الزمالك من البدايه، وقدام احمد الكاس وايمن منصور. اما السويس بيمثله النهارده جول اشرف عبد الرشيد، قدامه برضه بيلعب رضا العسوي، والسويس بيلعب ثلاثه في القلب مساكين، ياسر السيد رقم 5، رفعت حسن رقم 13، يوسف جبريل رقم 17، عماد الزوق وعصام نصر بيلعبوا على الجناب، عصام لابس رقم 20 بيلعب ناحيه الجنب اليمين، وعماد الزوق رقم 7. في النص بيلعب هشام متولي وحسان ابو الوفا، وقدام عبد الفتاح الشافعي وكامل يوسف. ده تشكيل الفريقين. عارفين حضراتكم ان بيدرب نادي الزمالك الموسم ده الكابتن احمد رفعت المدير الفني، والكابتن نبيل نصير مدير الكوره، والكابتن فاروق جعفر مدرب عام، والكابتن غانم سلطان مدرب، والكابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى، والكابتن سمير السيد المدير الاداري، ومعاهم جهاز طبي الدكتور ممدوح مصباح، وذو الفقار الجمل ومحمد السيد للعلاج الطبيعي واخصائي الاصابات، ومعاهم الكابتن احمد عبد اللطيف اداري الفريق. اما فريق السويس فبيدربوا كابتن محسن خليفه مدير الفني، ومعاه الكابتن ميمي فريد المدرب، والكابتن متولي السيد برضه مدرب، والكابتن احمد الهوى مدرب حراس مرمى، كابتن حسين رمزي مدير اداري الفريق، والجهاز الطبي دكتور خليل الفار والدكتور محمد ناصف، ومعاهم مدلك الفريق الكابتن علاء جلال، وبيشرف على الجهاز كله الاستاذ احمد هلال رئيس النادي. وبالمناسبه بحب اهني كل الاخوه الرياضيين اللي وفقوا في انتخابات مجلس الشعب، طبعا على راسهم الدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، والاستاذ احمد هلال رئيس نادي السويس، والكابتن سمير زاهر وكيل اتحاد الكره. وتمنياتي لكل الرياضيين ان شاء الله في المجلس ان هم يدعموا مسيره الشباب والرياضه وكره القدم بصفه خاصه اللي احنا بنتشرف بالانتماء ليها. بيحكم ماتش النهارده كابتن حسن علي المرشح للمرتبة الدولية، ومعاه مصطفى أبو قمر دولي ومحسن شفيق، وحكم رابع الكابتن محمد عبد الوهاب. تمنياتي لحضراتكم بمشاهدة طيبة، وهنبدأ مع بعض اللقاء. نادي الزمالك في نص الملعب اللي ناحية اليمين، وآدي أشرف قاسم، نبيل محمود على جنب، بترجع ورا حسين السيد، وتاني نادي الزمالك بيبدا من ناحيه اشرف قاسم على الارض على طول لمدحت عبد الهادي،
مدحت بيلعب كره طويله لاحمد الكاس، يخلصها الكاس، انما تغطيه على طول لحسن ابو الوفا. وادي عصام نصر اكبر لاعب تقريبا في تيم السويس النهارده، وخبره كبيره، اتنقل لنادي السويس من نادي السكه الحديد. عصام نصر على طول اهو، يوسف جبريل انما ضاغط مع اسماعيل يوسف، توصل لعصام مرعي ويبدا لاشرف، وبيرجع ورا اشرف لحسين السيد على طول لقدام ياسر السيد والكاس، وبره الملعب اوت لصالح نادي الزمالك خالد الغندور. الزمالك الاسبوع اللي فات الحقيقه قدم مباراه قويه قوي امام النادي الاسماعيلي، طبعا هم ضلعين في مثلث القمه ومعاهم النادي الاهلي. اشرف قاسم الاسماعيل يرجع ورا تاني، بيبدا نادي الزمالك عند عبد الجليل، مقطوعه على طول بترجع ورا تاني لحسن ابو الوفا، ويبدا احمد الكاس، انما تاني عماد الزوق للسويس. ماشي عماد، رجعها ورا لعصام وعصام نصر، انما تطول تاني اسماعيل يوسف، ويبدا مع عصام مرعي لمحمد عبد الجليل. ماشي محمد، ماشي وبيخترق، ودي احد احدى مميزات محمد عبد الجليل الحقيقه، انه بيشق من نص الملعب للامام، طبعا بتبقى مشكله. نادي السويس فاز الاسبوع اللي فات على الالومنيوم 1-0، وادي لعبه لنادي الزمالك عصام مرعي، ويعكسها على طول جوه المنطقه، انما بيطلع على طول ياسر السيد، برافو يا ياسر، بره الملعب كورنر. حوالي دقيقتين على ساعتي والنتيجه التعادل بدون اهداف بين الزمالك والسويس في ختام الاسبوع التاسع. ضربه ركنيه للزمالك هيلعبها عصام مرعي، بيغيب النهارده عن نادي الزمالك حازم امام وقاسي سعيد واحمد رمزي للاصابه، وطلعت منصور انذارين، ومعتمد جمال اللي عامل عمليه في ركبته، تمنياتنا له بالشفاء باذن الله. وبرضه بيغيب عن نادي السويس ناصر الجبروني كابتن التيم، واخد انذارين، واحمد متولي احد هدافي الفرقه عامل عمليه جراحيه برضه، بنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. مدحت عبد الهادي بيرجعها يوسف جبريل تاني السويس، انما تروح لمدحت، ويبدا مع اشرف قاسم، بدايه هاديه في اول 3 4 دقائق من الفرقتين، واشرف قاسم على طول لقدام، بترجع من ياسر، ودي لعبه للسويس تاني، انما حسين عبد اللطيف الباك اليمين لنادي الزمالك بيبدا على طول، ونقله لمحمد عبد الجليل، قافل مع عماد، ترجع تاني ورا لرضا العسوي، ويبدا على جنب تاني السويس. وعصام نصر، ركزوا حضراتكم معايا، احد مفاتيح لعب نادي السويس عصام نصر رقم 20، حافظ الجنب اليمين، ولاعيب خبرته كبيره وكورته عاليه قوي. ادي مدحت عبد الهادي يبدا لنادي الزمالك مع اسماعيل يوسف، ده عامل مباريات كويسه اسماعيل الموسم ده. خالد الغندور، ماشي خالد لحسين عبد اللطيف لعبد الجليل، ومعاه رضا العسوي، ترقيصه من عبد الجليل وتطلع بره الملعب اوت من هشام متولي. جمهور كبير ورا نادي الزمالك النهارده، جو كويس ومشمس وجو كوره هنا في استاد القاهره، نتمنى باذن الله نشوف مباراه طيبه من الفرقتين. وادي لعبه لنادي الزمالك واوفر على طول، انما بتلف وتطلع بره الملعب اوت، تبقى ضربه مرمى لصالح السويس. مفيش شك طبعا ان اي تيم بيلعب قدام الاهلي او الزمالك، وخاصة في استاد القاهرة، بيبقى فيه شيء من الحذر شوية في بداية المباراة، الى ان تتكشف الامور ويبدأ كل فرقة يأدي بقى الاداء الطبيعي. ادي لعبه على طول يوسف جبريل لعصام نصر، وعصام راجع على جوله ويلعبها، انما تروح لاسماعيل يوسف، ضاغط اسماعيل، وماشي ماشي اسماعيل، يقدر يشوط، وشاط وجامده
انما جنب القايم اليمين بره الملعب او خمس دقايق على بدايه الشوط الاول واللقاء. وادي اللعبه بتاعت اسماعيل اهي، والنتيجه التعادل بدون اهداف بين الزمالك والسويس. الزمالك ليه 20 نقطه والسويس 16 نقطه، وعامل نتائج كويسه الحقيقه نادي السويس السنه دي. وادي لعبه على طول من اشرف عبد الرشيد، في نص الملعب حسين وصفاره، ضربه حره لصالح نادي الزمالك، هيلعبها اشرف قاسم على طول، اشرف لمدحت ضاغط نادي الزمالك، ولعبه تانيه عصام نصر مقطوعه وتوصل لعبد الفتاح الشافعي للسويس، انما راجع عصام مرعي، وعصام على طول يخلصها لمدحت عبد الهادي اللي ثبت اقدامه في خط ظهر نادي الزمالك مدحت. وادي لعبه على طول لخالد الغندور، وخالد ماشي خالد، ويلعبها ناحيه عبد الجليل، انما بره الملعب اوت من هشام متولي، اوت لنادي الزمالك على طول، خالد الغندور تاني، وماشي خالد وعايز يسقطها جوه المنطقه، انما يرجع تاني دفاع السويس، واسماعيل يوسف يبدا، ومن نبيل محمود لاشرف، واشرف يلعبها انما مضغوط عليه من كامل يوسف، لسه مع كامل وطالع له حسان ابو الوفا، وبتتلعب لحسان، انما عصام مرعي بخبره قاطع لمدحت، لعصام مرعي تاني، ويفوت عصام وياخد فاول. فاول من كامل يوسف، وفاول لصالح نادي الزمالك. قام الحمد لله عصام مرعي اهو، اتلعب على طول الفاول لمدحت عبد الهادي، ومدحت على طول بيلعب كره طويله لقدام، وطالع اشرف وماسك. اشرف عبد الرشيد ترجع تاني من مدحت، وعصام وحسان ابو الوفا، خدها حسان، وفاول، فاول على عصام مرعي. هيلعب عصام نصر للسويس الفاول، واتلعبت على طول على الارض حسان بكعب رجله تاني، وخد وهات حسين عبد اللطيف اللي جاي هنا، اتنقل ناحيه الشمال. مفيش طبعا دلوقتي بقى تقيد بالمراكز، انا بلعب في اليمين ولا في الشمال حسب ظروف اللعب، على طول فرقه بتتحرك كلها كوحده واحده. ادي لعبه على طول لهشام متولي، وهشام بيعكسها الناحيه الثانيه عند عبد الفتاح، وعبد الجليل اسحبها ويلعبها بشكل جميل قوي، ويبدا تاني نادي الزمالك من عند اشرف قاسم، واشرف يلعبها ترجع تاني من السويس يوسف جبريل، عصام نصر، نبيل محمود، مميز نبيل في ضربات الرأس وخاصة الكور العالية، صاحب قامة طويلة وبيجيد ضربات الرأس. ادي مدحت عبد الهادي خلصها لنفسه مدحت وماشي وبيرقص، وفاول. فاول لنادي الزمالك. واتلعب على طول تاني محمد عبد الجليل، وماشي محمد وياخد فاول. داخلين على 10 دقايق، والنتيجة التعادل 0-0 بين نادي الزمالك والسويس. في ختام الأسبوع التاسع، مدحت عبد الهادي لعب كرة طويلة لقدام عند أيمن منصور، إنما أشرف عبد الرشيد قريب ويمسك على طول. شاط اشرف، عصام مرعي، وبره الملعب اوت من حسان ابو الوفا، هيلعبها خالد الغندور، يسيبها
لعصام مرعي. على طول اشرف قاسم اللي بيزيد على طول ورا خط وسط نادي الزمالك، وادي اوت تاني رايه من مصطفى ابو قمر. هيلعبها مدحت عبد الهادي للغندور. اشرف تاني بيبدا ناحيه احمد الكاس وفايت احمد، انما تطول وتروح لمحمد عبد الجليل ويلفها عبد الجليل وتطلع بره الملعب كورنر. ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك رايح لها خالد الغندور، وخالد على طول بيحطها ورا لحسين عبد اللطيف يلعبها بعرض الملعب، وبتعدي من دفاع السويس وايمن وتاني بره الملعب اوت من رفعت حسن. هيلعبها برضو عصام مرعي. ولسه عصام بيدور على حد يديله واتلعبت فعلا، انما بيقطع حسان ابو الوفا وحسين عبد اللطيف بيعكسها وخطر، وطالع اشرف عبد الرشيد بيحرسها ومع احمد الكاس، انما تطول وبره الملعب اوت. ادي لعبه على طول تاني لعماد الزوق، وعماد بينقلها ليوسف جبريل، ترجع ورا تاني رفعت حسن، ومن العيساوي على طول ناحيه الشمال انما مش لحد، وتلاقي عبد الجليل ويعدي كويس قوي محمد عبد الجليل، وماشي وماشي محمد وخطر خطر خطر ولعبها بعرض الملعب، انما برافو يا رضا يا عيساوي، فات كويس قوي عبد الجليل وخلصها لنفسه في مساحه. على فكره من اللعيبه اللي بيجيدوا الانطلاق لما بيلاقي مساحه، بيمشي بالكره كويس وخطوته واسعه. وادي كورنر لنادي الزمالك، وعلى طول خالد الغندور ويطلع تاني دفاع السويس حسين عبد اللطيف، ومخطوفه تاني كامل يوسف، ماشي كامل عصام نصر، وعلى جنب تاني لحسان لعصام، ضغط على اسماعيل يوسف وياخدها اسماعيل وماشي، وتاني نادي الزمالك احمد الكاس، كاس يلعبها على طول لايمن منصور، وايمن بيسندها لعبد الجليل، وماشي عبد الجليل وبيفكر يشوط والشوط جامده، انما بره الملعب اوت. محمد عبد الجليل ومحاولات في الربع ساعة اللي اتلعبت، نتيجة التعادل بدون أهداف بين الزمالك والسويس، ونقدر نقول إن نادي الزمالك مسيطر تقريبا في الربع ساعة اللي اتلعبت. وأدي لعبة على طول هشام، هشام متولي للسويس، ترجع ورا يوسف جبريل يلعبها لقدام، انما يخلصها مدحت عبد الهادي احمد الكاس، ومش سايبه ياسر السيد ويحطها على جنب العصام، انما بره الملعب اوت. عمل نتائج كويسه قوي السويس السنه اللي فاتت مع الكابتن احمد رفعت المدير الفني النهارده لنادي الزمالك. ادي لعبه للسويس، حسان بيعكسها الناحيه الثانيه، انما ما تلاقيش حد وتطلع بره الملعب اوت. بقول لحضراتكم ان السويس السنه اللي فاتت انهى الموسم في المركز الخامس، ووصل لدور الاربعه في كاس مصر، وقدم مباريات بمستوى جيد جدا، وكان بيدربه الكابتن احمد رفعت اللي هو النهارده مدير فني لنادي الزمالك. ادي لعبه على طول مدحت عبد الهادي، مدحت تلعبها انما مقطوعه، ويبدا نادي السويس عماد الزور يحطها ليوسف كامل، انما اوفسايد عبد الفتاح الشافعي.
عبد الفتاح الشافعي رقم 10 من السويس، اتنقل الموسم اللي فات من كفر الشيخ، و احد هدافي فريق السويس، جايب 3 اهداف الموسم ده مع احمد متولي اللي بيغيب النهارده للاصابه. ادي بره الملعب اوت. يوسف جبريل تاني للسويس، بيبدا ورا عند اشرف عبد الرشيد. جمهور الزمالك اللي حاضر النهارده على طول بينده على لاعبته، بقى العب يا زمالك. الحقيقه نادي الزمالك دعم صفوفه بالاضافه لمجموعه الصاعدين الموهوبين اللي في الفرقه، وقدم عروض كويسه طوال الموسم، وجمهوره طبعا بيتذوق الكوره وبيحب اللعب الجميل، فعايزين يشوفوا الزمالك في الصوره اللي شافوه عليها في الاسابيع اللي فاتت. ادي لعبه على طول عند السويس وبره الملعب اوت من رفعت حسن. هيلعبها عصام مرعي على طول لمحمد عبد الجليل اللي اتنقل هنا ناحيه الشمال، لعصام تاني لمحمد، سقطها على طول تاني عبد الجليل، انما ترجع اسماعيل يوسف لعبد الجليل. حسين عبد اللطيف بيفكر يشوط ومن بعيد، انما بره الملعب اوت. يوسف جبريل من السويس واقع وطلع بره عشان يتعالج، ان شاء الله يكمل مع فرقته. تيم السويس دلوقتي بيلعب 10 لعيبه، احتياط السويس احمد عبد الجواد، سكر، وليد معاذ، ايهاب عبد الله، وخالد علي. اما احتياطي نادي الزمالك عمرو عبد السلام، يحيى نبيل، ايمن شوقي، عفت نصار، ومحمد صبري. ادي لعبه على طول عند عصام نصر، عصام مرعي، ماشي عصام، وترجع تاني لخالد الغندور، وعايز يعدي خالد ومعاه عصام نصر. ترجع ورا تاني لمدحت عبد الهادي، كل تيم الزمالك هنا في نص ملعب السويس، اشرف قاسم، واشرف بيلعب كره طويله عند احمد الكاس، انما طالع اشرف عبد الرشيد وماسك على طول، طلع في توقيت كويس وبمنتهى الروح الرياضيه بيحط الكوره بره الملعب اوت، وان شاء الله تكون بسيطه ويقوم احمد الكاس. ادي احتياطي السويس وجهازه الفني. والجمهور الكبير اللي بيحضر النهارده المباراه واللعبه تاني قدام حضراتكم اهو، طالع اشرف وام احمد الكاس. ومجلس إدارة نادي الزمالك ونادي السويس اللي بيحضروا النهارده. وتلعب الاوت على طول وبره الملعب اوت. على طول نادي السويس بيبدا تاني من ناحيه ياسر السيد. رضا العسوي بيلعبها لقدام، ترجع تاني لمحمد عبد الجليل، عبد الجليل بيحطها لاسماعيل، وادي لعبه طويله بره الملعب اوت. قام احمد الكاس وبيطلب من حكم الماتش النهارده عشان ينزل، وسمح له فعلا كابتن حسن علي. وتلت ساعة على ساعتي، والنتيجة التعادل 0-0 بين نادي الزمالك والسويس. أحمد الكاس ينقلها على طول لأشرف قاسم، وماشي أشرف، وأشرف بيفكر يشوطه جامدة، إنما رابع خامس كورة تتشاط من نادي الزمالك على أشرف عبد الرشيد. وبقول لحضراتكم إن في التلت ساعة اللي اتلعبت نادي الزمالك مسيطر على مجريات الامور،
وفي ضربة مرمى لصالح السويس. النهارده في 5 مباريات بتتلعب في ختام الاسبوع. بيلعب الاسماعيلي مع الترسانه، تسمع ليه؟ بيلعب الاتحاد السكندري مع المصري في استاد اسكندريه، وبيلعب الجمهوريه شبين مع القناه في استاد شبين، وبيلعب الالومنيوم مع بلديه المحله في نجع حمادي، ودمياط بيلعب مع الاولمبي في استاد دمياط. الاسبوع التاسع بدا بمباراه الاهلي وغزل المحله اللي فاز فيها الاهلي 2-0، وامبارح فاز المنصوره على المقاولين العرب هنا في الجبل الاخضر 1-0. اللعب واقف شويه، كان في شويه تشجيع بحماس شويه من جمهور الفرقتين، والحمد لله على طول الاجهزه بتاع الفرقتين احتووا المساله على طول، وبنستأنف اللعب تاني. وفي فاول لصالح عصام نصر، هيلعبها رضا العسوي، وادي لعبه لقدام، بيطلع على طول حسين عبد اللطيف بره الملعب اوت. وترمى الاوت على طول تاني هشام متولي، وبره الملعب مدي مصطفى ابو قمر اللاين مان اللي قدام حضراتكم اهو، مدي اوت لصالح السويس. هيلعبها عصام نصر، لعبت على طول انما يخلصها خالد الغندور وياخد فاول. فاول لصالح نادي الزمالك. اشرف قاسم بيأدي مهام الليبرو زي ما بنقول، يعني 10 على 10 الحقيقة، مساندة من الخط الخلفي او خط الظهر، وبيزيد مع نص الملعب وبيجيد ارسال الكرات الطويلة. اهو اشرف قاسم ماشي اشرف، يلعبها ويعكسها، انما في فاول على ايمن منصور. مصفر الكابتن حسن علي، صفرته طلع في توقيت كويس واداؤه فيه ثقه، واحد الحكام المرشحين للقائمه الدوليه من منطقه الدهليه. اشرف عبد الرشيد على طول لقدام، ونقله تاني للسويس حسان ابو الوفا، ومنقول على طول عند يوسف كامل وبعرض الملعب، انما يخلصها مدحت عبد الهادي. احمد الكاس، ترقيصه من احمد، وماشي احمد الكاس وزقها لاسماعيل يوسف، واسماعيل بيحطها لعبد الجليل، وزقها لنفس محمد عبد الجليل، داخل جوه المنطقه، داخل جوه المنطقه، يا خبر ابيض، حط رجله معاه رضا العسوي بتوقيت كويس. هي دي الحته اللي بقول لحضراتكم عليها، حته الانطلاق او الاختراق بتاعت عبد الجليل. اهو شوف خطوة والتانية بيحط نفسه جوه المنطقة، بره الملعب كورنر، ضربة ركنية لنادي الزمالك، هيلعبها عصام مرعي وجنبه خالد الغندور اهو. لعبت على طول من عصام، تطلع تاني بره الملعب برضه كورنر، و25 دقيقة والنتيجة التعادل 0-0 بين نادي الزمالك والسويس. خالد الغندور بيلعبها على طول وعاليه، وعلى طول اسماعيل يوسف، وحلوه يا خبر ابيض، ولسه خطر، وتاني بره الملعب اوت. اشرف عبد الرشيد بيشيل جول اكيد، هيشوف اللعبه تاني، هي بترجع
من اسماعيل وايمن منصور بيحط دماغه واشرف عبد الرشيد مش ممكن. فرصه كبيره بتروح من نادي الزمالك. ضربه مرمى للسويس. اتلعبت على طول لقدام. عصام مرعي. فاول على عصام. عصام نصر على جنب بيلعبها لكامل يوسف، انما معاه مدحت عبد الهادي من اللعيبه الصاعدين من اشبال نادي الزمالك، وثبت اقدامه وفي منتخب مصر يمتاز بالجديه واللعب السهل. مدحت عبد الهادي لعيب بينتظر مستقبل كويس. وادي لعبه على طول يوسف جبريل للسويس، انما مش لحد. يلم حسين عبد اللطيف وماشي. احمد الكاس. حرك احمد لعصام مرعي احد الجنود المجهولين في تيم نادي الزمالك. عصام مرعي جهد وفير. ادي عصام ماشي وبيعكس كره حلوه الناحيه الثانيه، انما تغطيه على طول من دفاع السويس. واسماعيل يوسف. حسين وفاول. حسين وفاول على عبد الفتاح الشافعي. فاول لنادي الزمالك وبرضه عند اشرف قاسم. واشرف يزقها خالد الغندور وداخل خالد وماشي من ناحيه اليمين وبيلعبها الناحيه الثانيه، انما بتطول بره الملعب قوي. ضربه مرمى لصالح السويس. اشرف عبد الرشيد يرجع تاني حسين عبد اللطيف، انما هشام متولي للسويس بيبدا على جنب من ناحيه الشمال ولعبه لقدام تخبط في عبد الجليل وتطلع بره الملعب اوت لصالح السويس. وهيلعبها عماد الزوق على طول. عماد حسان ابو الوفا. هشام متولي. ماشي هشام ونقل على طول ناحيه الشمال عن كامل يوسف، انما صفاره فاول. وتيم الزمالك بيبدا. حسين عبد اللطيف لسه اللعب متكتف شويه من الفرقتين، رقابه طبعا ومهام كل واحد بيكلف بحاجه بيعملها، فعشان كده اللعب مقفول شويه. احمد الكاس اهو بدا يهرب اهو من الرقابه وسقط لحد تحت ويبدا تاني مع عبد الجليل في المساحه المفضله لعبد الجليل، يلعبها بعرض الملعب وايمن منصور وبره الملعب قوي. اهي ضربه مرمى للسويس. هيلعبها اشرف عبد الرشيد وتاني، انما فاول على نادي الزمالك على نبيل محمود. رضا العسوي عند هشام متولي، انما تروح تاني لاشرف قاسم نادي الزمالك. واشرف بيبدا. عصام انما تروح لاسماعيل وعدى اسماعيل يوسف برضه من ناحيه اليمين ومشوار كبير قوي قطع اسماعيل وماشي. برافو اسماعيل وماشي. اسماعيل وبيلعبها ابيض وبره الملعب اوت. مشوار كبير والله قطع اسماعيل، انما ايمن برضه يطير ويحط دماغه فيها قبل احمد الكاس وعلى جنب تطلع بره الملعب اوت.
بتحط وسط اي تيم لما بيتحرك وبيعاون خط الهجوم بتبقى مشكله، وخاصه لما تبقى لعيبه عندها مهارات وخبرات مميزه. ادي لعبه فاول على عصام مرعي، فاول لصالح السويس. تاني السويس بيبدا عند عصام مرعي، عند عصام نصر، انما ياخدها احمد الكاس، والكاس على طول اتحرك ولعبها لخالد الغندور، وخالد بيلعبها جوه المنطقه، انما برافو رفعت حسن بيطلع، وتاني المره دي برافو مدحت عبد الهادي، وبيبدا مدحت على جنب وتروح لاشرف قاسم ويسيبها وياخد اوت اشرف لصالح نادي الزمالك، وتتلعب على طول عند عبد الجليل لاشرف تاني، بيسندها لحسين عبد اللطيف، وداخل حسين لمحمد عبد الجليل وماشي محمد ولعبها انما بره الملعب كورنر. واقع عبد الجليل، الكره اللي فاتت عملت وانطلاقات محمد عبد الجليل الحقيقه مشكله خطوره جامده قوي على دفاع السويس. واقع رفعت حسن من السويس، وحوالي 32 دقيقه على ساعتي، والنتيجه التعادل 0-0 بين الزمالك والسويس. وقام رفعت حسن وفي كورنر لنادي الزمالك وهيلعبها الغندور، وخالد بيلفها واشرف قاسم وتعدي خبر ابيض نبيل محمود، فرصه كبيره كل خطوط نادي الزمالك. ادي اشرف وادي نبيل اهو مميز، بقول لحضراتكم في ضربات الراس وضربه مرمى للسويس، بيرجع على طول مدحت عبد الهادي، حسن ابو الوفا، كامل يوسف ومدحت عبد الهادي تاني لنادي الزمالك بيبدا، وترجع المره دي لاسماعيل يوسف، واسماعيل على جنب في اليمين لايمن منصور، انما معاه رفعت حسن وياخدها حسين عبد اللطيف، وترجع تاني للسويس، عايز يفوت هشام وفاول فاول. وادي الزميل ابراهيم يوسف والزميل عبد الباري زاهر والزملاء في اذاعه شباب الرياضه بينقلوا معانا المباراه دي برضو. فاول على طول للسويس، بيرجع نبيل محمود اسماعيل يوسف، انما تروح لعماد الزوق، وفاول على محمد عبد الجليل. فاول للسويس، وعلى طول نبيل محمود لاشرف قاسم لحسين عبد اللطيف. مهم قوي طبعا في حته الليبرو دي، يعني حسن التوقع، لعيب يبقى محضر متوقع الكره هتروح فين، وماشي مدحت عبد الهادي، والثالثه والرابعه مقطوعه، انما تروح للسويس عماد الزوق، وياخدها تاني نادي الزمالك، ويبدا حسين عبد اللطيف لمحمد عبد الجليل، وعايز يفوت محمد، ومعاه رضا العسوي بره الملعب اوت. على طول اسماعيل يوسف يلعبها عليها الناحيه الثانيه، عصام نصر وخالد الغندور، ياخدها خالد، انما يحط رجله معاه عصام وتطلع بره الملعب اوت. اترمى الاوت على طول عند ايمن، رفعت حسن، مدحت عبد الهادي عامل ماتش كويس قوي مدحت النهارده، ومحمد عبد الجليل، حسين عبد اللطيف، وفاول حسن علي مصفر فاول لصالح نادي الزمالك.
أشرف قاسم، محاولات من نادي الزمالك من على الجناب ومن العمق، وادي أحمد الكاس. أشرف قاسم على طول لإسماعيل، لأشرف تاني وأوفر الناحية التانية، وبرضه تروح لخالد الغندور، وبرضه مع عصام نصر. خالد الغندور ولسه مع خالد، ويلعب الأوفر وعالية وفي إيد أشرف عبد الرشيد على طول. 36 دقيقة كانت قدام حضراتكم، والنتيجة التعادل 0-0 بين نادي الزمالك والسويس في الأسبوع التاسع. وادي لعبة على طول ترجع لإسماعيل، وطويلة ما تلاقيش حد، وتلاقي على طول رضا العسوي ليبرو تيم السويس النهاردة. وماشي رضا، نقلها على طول على جنب برضو حسان أبو الوفا، وخد وهات تاني مع حسان. عماد، عماد بيلعب كرة طويلة لقدام، إنما حسين السيد قاطع على طول، وبايده لحسين عبد اللطيف. لسه مع حسين وماشي، وياخد فاول، وياخد فاول. على طول اشرف قاسم، محمد عبد الجليل، وبيحاول نادي الزمالك برضه بيدور على اي ثغره. وادي عبد الجليل، ويلعب كره طويله عند اسماعيل، انما يحط رجله معاه رضا العسوي، وتخبط في رجل اسماعيل وبره الملعب اوت. ادي الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك، كابتن نبيل نصير، كابتن سمير السيد، فاروق جعفر، وكابتن احمد رفعت. مباراة يعني نقدر نقول هل كابتن محسن خليفة عارف فكر الكابتن احمد رفعت من الموسم اللي اشتغلوه مع بعض ولا ايه؟ ده اللي واضح يمكن لحد ال 37 دقيقة اللي اتلعبوا. اوت لنادي الزمالك. مدحت عبد الهادي، وبره الملعب برضو اوت لنادي الزمالك. احمد الكاس، محمد عبد الجليل، يلعبها لاسماعيل وخطر، وهم يا خبر ابيض، بره الملعب اوت. ضربة مرمى لصالح نادي السويس. وشايف انا حسين عبد اللطيف بعد الزقه اللي فاتت دي بيحاول يكمل، انما الظاهر رجله فيها حاجه، ان شاء الله تبقى سليمه. وادي لعبه لنادي السويس، ماشي عصام نصر، ماشي عصام وبيلعبها توقيفه على طول، وتروح للغندور لاشرف قاسم. الغندور تاني ويلعبها وهاند بول، والغندور يلعب كره طويله عند ايمن منصور، وايمن بيخلصها على جنب حلوه لعصام مرعي. وماشي عصام، ماشي عصام، ماشي عصام، وبيلعبها برضه على جنب لعبد الجليل، وعبد الجليل بيلعبها عاليه، واشرف عبد الرشيد. برافو يا اشرف، برافو يا اشرف، بره الملعب كورنر. هجمه سريعه من ناحيه اليمين، وعبد الجليل بيسقطها اهو، انما اشرف على طول وبايده الشمال بيطلعها بره الملعب كورنر. 40 دقيقه على ساعتي، وباقي 5 دقايق على نهايه الشوط الاول، والنتيجه التعادل بدون اهداف بالنادي الزمالك. ادي خالد الغندور يلعبها لاحمد الكاس، وتاني يا خبر ابيض، رضا العسوي بره الملعب كورنر. كاس اهو كان مسقطها. وبتتلعب، وحسن علي اعتقد انه هيدي قرار انذار فعلا برقم 14 هشام متولي، واقف قدام الكرة
بيتلعب على طول تاني الكورنر، انما بيطلع تاني دفاع السويس، واهو شوف مفيش حد، مدحت عبد الهادي ويبدا على جنب مع محمد عبد الجليل، ومحمد بيسقطها لقدام بترجع من رفعت حسن اشرف قاسم، ويبدا لخالد الغندور، غندور بيحطها حلوه لعصام مرعي، وعصام عايز يفوت وفاول. عصام مرعي بيقول لحضراتكم احد الجنود المجهولين في تيم نادي الزمالك من يوم ما انضم من المقاولين العرب، بيعمل مباريات بمستوى واداء جيد في نادي الزمالك، وبيجيد اللعب في اكتر من مركز الحقيقه. ادي لعبه فاول هيلعبها خالد الغندور، وخالد بيلعبها على طول وعاليه انما تلف بره الملعب اوت. حسن علي ضربه مرمى للسويس، يلعبها اشرف عبد الرشيد على طول لعصام نصر، عصام على طول لقدام، اشرف قاسم، عبد الجليل، نبيل محمود، واشرف تاني، ومدحت عبد الهادي، وتاني ترجع لمدحت، نبيل محمود، ودي لعبه لعبد الجليل ترجع لعصام مرعي، وعصام مع الكاس لاسماعيل، وداخل اسماعيل وتطول بره الملعب اوت. مد اوت حسن علي، تبقى ضربه مرمى للسويس، وحوالي 43 دقيقه والنتيجه التعادل 0-0 بين نادي الزمالك والسويس. وادي لعبه لعصام نصر، وماشي عصام بيفكر يشوط، وترجع تاني لنادي الزمالك، اشرف لخالد الغندور، وماشي خالد، ماشي خالد وعدى وعبد الجليل وفاول، محمد عبد الجليل وفاول لصالح نادي الزمالك. اهي الفاول اهي، فاول من مكان قريب، وشايف انا احمد الكاس. على فكره الكاس جاب جول لنادي الزمالك من فاول برضه، يمكن في نفس الحته. شايف انا احمد الكاس واسماعيل يوسف. هيلعبها احمد، واتلعبت على طول وحلوه وجول، جول. لسه بقول لحضراتكم يا خبر ابيض، احمد الكاس في الدقيقه 44، بقول لحضراتكم احمد الكاس جاب جول للزمالك من نفس الحته. احمد الكاس 1-0، احمد الكاس بيجيب الجول الاول بعد 44 دقيقه. احمد الكاس 1-0. بقول لحضراتكم والله تيم السويس صمد 44 دقيقه، انما الكره بتاعت احمد الكاس دي الحقيقه هو بيوجدها وملهاش حل. وادي لعبه على طول للسويس، هشام متولي ويشوط وعاليه جامده بره الملعب اوت. شايف انا حسين عبد اللطيف، يا ريت الكاميرا يجيبوا بعد الجول الجميل لاحمد الكاس، والله حاول معاه اشرف عبد الرشيد انما صعب. حسين عبد اللطيف قدامنا هنا واقع، وادي مجلس اداره السويس ومجلس اداره نادي الزمالك. حسين عبد اللطيف واقع، ومعاه الدكتور ممدوح مصباح وزي الفطار الجمل بيحاولوا يعالجوه.
الان الزمالك بيلعب 10، وادي لعب على طول لمحمد عبد الجليل اللي اقدر اقول ان هو نجم الشوط الاول الحقيقه. ادي اسماعيل يوسف ماشي اسماعيل وبيلعب كره حلوه ناحيه ايمن منصور في اليمين، انما تطول بره الملعب او انا ساعتي انا دقيقه من الوقت بدل الضايع وبنلعب في الدقيقه الثانيه نتيجه 1-0، واللي جاب الجول احمد الكاس في الدقيقه 44. وفعلا بيصفر حكم ماتش النهارده الكابتن حسن علي عشان ينتهي الشوط الاول بفوز الزمالك 1-0. سيداتي انشاد ساداتي استراحه قصيره ثم نعود لنتابع مع حضراتكم احداث الشوط الثاني. متولي على طول بيلعبها لعبد الفتاح الشافعي للسويس، يضغط اسماعيل يوسف وياخدها على طول احمد الكاس، وتاني ملعوبه انما يخطفها خالد الغندور نادي الزمالك، وماشي خالد وخطر وخطر وبيلعبها هوبا خبر ابيض، فرصه كبيره بتروح من خالد الغندور. بدايه سريعه لنادي الزمالك في الشوط الثاني، وادي اللعبه اهي لخالد الغندور وتتلعب على طول كامل يوسف للسويس بيلعبها وفي ايد حسين السيد. تاني بيبدا نادي الزمالك من عند اشرف قاسم، محمد عبد الجليل انما ورا عن حسين عبد اللطيف تطلع بره الملعب اوت. دقيقتين والنتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك. وادي لعبه على طول رفعت حسن للسويس لما داخل مدحت عبد الهادي ويلعبها على طول ترجع من رضا العسوي لاشرف لياسر السيد عصام نصر، وعصام على طول بيزقها لحسن ابو الوفا انما اسماعيل يرجع لحسين، وحسين على طول وتتلعب وحشه ويوسف جبريل بيلعبها انما بره الملعب اوت. ضربه مرمى للزمالك هيلعب مدحت عبد الهادي طويلة لقدام كامل يوسف نبيل محمود انما ترجع تاني لكامل وداخل كامل وخطر خطر هوبا يا خبر ابيض، اخطر فرصة لنادي السويس. ويمكن انا قلت لحضراتكم ان نادي السويس في الشوط الثاني شكله هيتغير لانه جه في جول فهيتخلى عن حذره. ادي لعبه على طول رضا العسوي بيرجع على طول بره الملعب اوت ياسر السيد، اهي الفرصه الكبيره اللي راحت اهي بتيجي في القايم. احمد الكاس بياخد فاول على ياسر السيد. قام والله على طول الكابتن احمد رفعت بعد اللعبه اهو قدام حضراتكم اهو في الصوره، قام بعد اللعبه اللي فاتت على طول اهو. وادي لعبه تاني احمد الكاس بيريحها كويس اول عبد الجليل اهو الجول عبد الجليل انما بيحط رجله معاه لعيب من السويس وتطول من عبد الجليل وتتلعب على طول بره الملعب اوت. تاني السويس بيبدا يوسف جبريل رضا العسوي على جنب تاني رفعت حسن مفيش تغيير في صفوف الفرقتين. وادي لعبة عماد الزوق وعماد يلعب كرة طويلة لقدام عند هشام
تاني بترجع من كامل يوسف لعصام نصر، وجمهور السويس على طول اللي جاي النهارده ورا فرقته بيشجع برضه وبينادي عليهم العب يا سويس. هتافات جميله قوي ورد عليه جمهور الزمالك برضه، زمالك زمالك. دي الحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نسمعها من جمهورنا الحبيب. ادي لعبه على طول محمد عبد الجليل، ماشي محمد، ماشي محمد عبد الجليل ماشي، وقاطع له احمد الكاسر، وبتتلعب لايمن منصور، وايمن عايز يلف، عايز يلف، انما يتضغط عليه ومخطوفه على طول. وخمس دقائق على بدايه الشوط الثاني، 1-0 لصالح نادي الزمالك. ودي لعبه للسويس، حسان ابو الوفا مقطوعه على طول ثاني وتوصل لاسماعيل يوسف لعبد الجليل لعصام مرعي، وقاطع له محمد عبد الجليل، وماشي عصام وبيشوط جامده انما عاليه بره الملعب اوت. ادي جمهور السويس الحقيقه متحمس والله، وبيجري برضه ورا فرقته في كل حته، والجهاز الفني لنادي الزمالك. ضربه مرمى للسويس، ياسر السيد على طول، عماد الزوق وعالية، ومدحت عبد الهادي بيرجعها على طول لحسين السيد. مدحت تاني سيبها لعصام مرعي، احمد الكاس توصل تاني للسويس، عصام نصر، كامل يوسف، انما معاه الكاس، بتطول من كامل وبره الملعب اوت. حرك احمد الكاس مش واخد راحته قوي في مكان راس الحربه، فعلى طول بيسقط لورا ويهرب عشان يبدا اللعب، وهو صانع العاب اكتر منه انه يبقى يعني مهاجم اساسي. وادي لعبه على طول اشرف قاسم، بترجع تاني ضاغط اشرف، خالد الغندور، وماشي خالد، وعدى خالد الغندور، ولسه معاه ويلعبها ويلفها الناحيه الثانيه، انما مفيش حد. هشام متولي، وهشام يلعبها بذكاء، تخبط في حسين عبد اللطيف وتطلع بره الملعب اوت، تبقى ضربه مرمى لصالح السويس. هيلعب اشرف عبد الرشيد ضربه المرمى للسويس، وعبد الفتاح، يوسف جبريل، يوسف على طول بيلعب كره طويله تاني عند كامل يوسف، انما مدحت عبد الهادي خلصها لنفسه كويس قوي. مدحت وماشي من اللعيبه اللي ادائهم بيعجبني الحقيقه، لان هو بيلعب مساك ومفيش هزار، بيلعب كوره من غير منظره وكوره على طول ايجابيه. وادي لعبه تاني حسين عبد اللطيف تروح لياسر السيد السويس، يلعبها الناحيه الثانيه، انما تطول وبره الملعب اوت اوت للزمالك. اشرف قاسم تاني وعلى طول، وترجع تاني لمدحت عبد الهادي، ومحاولات للبناء والهجوم من نادي الزمالك. نبيل محمود لحسين عبد اللطيف، عبد الجليل تاني لحسين، انما مخطوفه توصل تاني، هشام متولي للسويس وعايز يفوت، ومعاه اشرف قاسم يحط رجله في توقيت كويس وبره الملعب اوت. داخلين على 10 دقائق والنتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجول احمد الكاس في الدقيقه 44 من الشوط الاول. ادي لعبه على طول تاني للسويس، يوسف جبريل ويفتح اللعب عند عصام، انما راجع الغندور، اشرف قاسم لعصام مرعي، معاه رفعت حسن، وبره الملعب اوت لنادي الزمالك. تاني اشرف قاسم، باني هجمات نادي الزمالك، وقائد خط ظهره اشرف قاسم عليه عبء كبير النهارده، لمس الكرة كتير قوي زي ما حضراتكم شفتوا، هو اللي بيحاول يبني
من ورا لقدام، وادي لعبه عند ايمن منصور انما مخطوفه. ياسر السيد، هشام متولي ومعاه حسين، وفاول على حسين عبد اللطيف. فاول للسويس، تلعب على طول عماد الزوق، ترجع تاني من حسين عبد اللطيف لاشرف قاسم، وبيبدا اشرف في الحته الفاضيه لخالد الغندور، وماشي الغندور ماشي وقاطع مشوار كبير قوي داخل، وخطر خطر خطر خطر، وبيلعبها في الشبكه من بره، في الشبكه من بره، واقف مستنيها اهو اتنين تلاته من نادي الزمالك، انما شاف خالد انه عايز يشوط وشاط وتترد وتبقى هجمه لنادي السويس، وداخل كامل يوسف وبيلعبها. وبرافو يا حسين يا سيد، برافو يا كامل يا يوسف، برافو يا حسين يا سيد. يا خبر ابيض اهي، بقول لحضراتكم هجمه خطر للسويس، وحسين برافو يا حسين. كورنر، ضربه ركنيه للسويس. المباراه على فكره خدت شكل اكتر سرعه واكتر اثاره من الشوط الاول، نتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجول احمد الكاس في الشوط الاول. وادي كورنر للسويس، اتلعبت على طول لعصام نصر، ويرقص عصام وداخل جوه المنطقه ويلعبها، وبيطلع على طول دفاع نادي الزمالك انما ضاغط السويس، وبيخلصها خالد الغندور، وفاول على يوسف جبريل، فاول لصالح نادي الزمالك. فاول هيلعبها عصام مرعي، سابها لمدحت عبد الهادي، وعلى طول مدحت بيلعبها طويلة عالية لقدام عند أيمن منصور، إنما بيطلع دفاع السويس، وتاني ترجع لنادي الزمالك عصام مرعي. ماشي عصام، ماشي عصام، وبينقلها لمحمد عبد الجليل ناحية اليمين، وعبد الجليل بيلعبها إنما تخبط وتطلع بره الملعب أوت. تاني على طول بيبدا السويس، ياسر السيد لقدام عند كامل يوسف، انما معاه مدحت عبد الهادي، خلصها مدحت، اسماعيل يوسف، وفاول على حسين عبد اللطيف، فاول لصالح عماد الزوق، لسه مع السويس. عماد بيلعب كره طويله لقدام اشرف قاسم، يسيبها ويطلع حسين السيد ويمسك على طول. سايبها اشرف قاسم لحسين، انما اتاخر شويه حسين السيد، اشرف قاسم، وفاول لصالح الزمالك، هيلعبها اشرف قاسم، وخدوا هات مع اسماعيل لاشرف تاني، عبد الجليل لحسين عبد اللطيف، يخلصها حسين وبيلعبها بعرض الملعب، بيطلع تاني دفاع السويس لاشرف قاسم، عبد الجليل، وعبد الجليل عايز يلعبها في الجول انما تلف وتروح الناحيه التانيه للغندور، ويلحقها الغندور انما لسه جوه الملعب عصام نصر، وماشي عصام ليوسف جبريل تاني من ناحيه اليمين، بيبدا السويس، وفاول على مدحت عبد الهادي، فاول لصالح كامل يوسف، فاول وانذار، يبقى في انذار لهشام متولي من السويس في الشوط الاول، وانذار
لمدحت عبد الهادي من الزمالك. ربع ساعة على ساعتي من الشوط الثاني، والنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجول احمد الكاس بعد 44 دقيقة من الشوط الاول. شايف انا ان شاء الله كامل يوسف من السويس يتعالج ويقوم يكمل مع فرقته، وشايف انا عفت نصار لنادي الزمالك هيطلب التغيير. هنشوف عفت نصار ومحمد صبري، وتلعب الفاول للسويس، انما في ايد حسين السيد. بره لسه كامل يوسف، السويس بيلعب 10 وبيشوط حسين على طول، وعاليه مدحت عبد الهادي للغندور، يلعب على طول الغندور لعصام مرعي، وعايز يفوت عصام انما بياخد فاول لصالح نادي الزمالك. نزل كامل يوسف من السويس، وشايف بقول لحضراتكم في تغيير لنادي الزمالك، عفت نصار ومحمد صبري، وهقول لحضراتكم مين اللي هيخرج. ايمن منصور وعبد الجليل. ايمن منصور وعبد الجليل. نزل محمد صبري وادي لعب على طول في ايد اشرف عبد الرشيد. مدحت عبد الهادي، شاف الكابتن احمد رفعت انه ينشط شويه خط الهجوم، وادي محمد صبري فدفع بصبري و بعفت نصار. ادي لعب على طول للسويس، عبد الفتاح لعماد، عماد الزوق بترجع ورا لرضا العسوي لقدام، انما مدحت عبد الهادي قاطع مدحت وماشي وبيلعبها على طول لمحمد صبري اللي بيلعب هنا ناحيه اليمين، لعبها لحسين عبد اللطيف لمدحت عبد الهادي لاشرف قاسم. تاني على طول عفت، اول كره بيلمسها حسين عبد اللطيف وماشي، ماشي حسين وبنقلها حلوه لصبري ناحيه اليمين، وعايز يعدل نفسه على رجله الشمال صبري. يوسف جبريل ونقلها على طول تاني للسويس عند عماد الزوق. يوسف جبريل، عصام نصر وماشي عصام ليوسف لعماد الزوق، انما معاه الغندور وتطلع بره الملعب اوت. هيلعب عماد الزوق الاوت للسويس، عصام نصر وعصام ليوسف جبريل، انما مقطوعه تاني نادي الزمالك. اسماعيل يوسف لاحمد الكاس وماشي احمد وماشي وبياخد فاول ياسر السيد، وفاول كابتن حسن علي بيندهله، هنشوف هيحذره ولا هيدي كارت، وفعلا في كارت لياسر السيد.
تلت ساعة على ساعتي من الشوط الثاني، والنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجول أحمد الكاس في الدقيقة 44 من الشوط الأول. فاول هيلعبها أشرف قاسم، بيسقطها للكاس وبدماغه حلوة وجول. جول يا خبر أبيض، يا دوب الكاس بيلمسها بكل سهولة، بكل سهولة يا دوب بتلمس دماغه بيوجهها بس كده في الزاوية البعيدة عشان تبقى 2-0 لصالح نادي الزمالك. اهي اللعبة اهي، وبرضو اشرف قاسم حاططها له. شوف الكاس طالع، كان متقدم طبعا اشرف عبد الرشيد وتسقط وراه، تبقى 2-0. احمد الكاس 2-0 بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني. كرة برضو الثانية هي جت من ضربة ثابتة من فاول، وادي فاول للسويس. فاول وانذار لأشرف قاسم. فاول لصالح السويس. شفتوا حضراتكم الجونين اللي جابهم نادي الزمالك من كرات ثابته، دي تبين اهميه التدريب على الفاولات اللي على حدود المنطقه، طبعا بتشكل خطوره كبيره قوي، واهميه التدريب على ضربات الراس لما بيبقى في لعيب بيجيد ضربات الراس. وشفنا كتير على مدى اجيال طويله، شفنا على ابو جريشه وجمال عبد الحميد، وشفنا لعيبه كبار قوي. تغيير لنادي السويس، نزل وليد معاذ وخرج يوسف جبريل. وبالمناسبة وليد كان بيلعب في نادي الزمالك قبل كده، ودي لعبة على طول. لنادي الزمالك حسين عبد اللطيف. مفيش شك طبعا ان احمد الكاس اضافه كبيره لصفوف نادي الزمالك، وان كان بيحسب لنادي الزمالك انه في مجموعه كبيره من ابنائه الصاعدين زي حازم امام وصبري ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال ونادر السيد وخالد الغندور، كل ده الحقيقه بيحسب لاجهزه الناشئين اللي موجوده في نادي الزمالك، انما كرة المحترفين في الوقت اللي احنا فيه بقى لازم برضو كل تيم بيدعم صفوفه من خارج النادي. ادي لعبة على طول، خالد الغندور بياخد فاول. فاول للزمالك هيلعبها اسماعيل يوسف. ادي لعبة عند خالد الغندور وعايز يخلصها لنفسه، انما كورنر، ضربة ركنية للزمالك ورايح لها محمد صبري. محمد صبري اتلعبت على طول على الايمن القريب، انما بترجع تاني من دفاع السويس. حسان هشام متولي بياخد فاول على محمد صبر. فاول للسويس، تتلعب على طول لعصام نصر. بترجع تاني وليد معاذ، وفاول على اسماعيل يوسف. فاول لصالح السويس، و25 دقيقة على ساعتي، والنتيجة 2-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جابهم نجمه الكبير أحمد الكاس بعد 44 دقيقة من الشوط الأول وبعد 20 دقيقة من الشوط الثاني. أدي لعبة على طول للسويس، هشام متولي ماشي، وليد معاذ بيشوط إنما جامدة وبره الملعب أوي.
ضربة مرمى لصالح الزمالك هيلعبها نبيل محمود وعلى طول لقدام ترجع تاني من مدحت عبد الهادي انما السويس والله بيحاول برضه من ناحيه هشام متولي وحسين عبد اللطيف بره الملعب قوي. الصراع طبعا على اشده بين اضلاع المثلث او مثلث القمه زي ما بيقولوا اهلي وزمالك واسماعيلي السنه دي. كسب الاهلي المحله والنهارده الاسماعيلي بيلعب مع الترسانه وادي قدامنا مباراه الزمالك اللي كسبان 2-0 وادي فاول لاشرف قاسم اللي بادئ يستعيد مستواه العالي اشرف قاسم. فاول لنادي الزمالك مدحت عبد الهادي اشرف مدحت تاني وادي اشرف وثلاث اربع نقلات لنادي الزمالك ونقله حلوه لعصام مرعي وبيحطها احلى لمحمد صبري وخطر وبيلعبها بعرض الملعب ولسه خطر يا خبر ابيض بيلاقيها اشرف عبد الرشيد اهي حطها مرع والله حلوه قوي لمحمد صبري اللي طلعها بعرض الملعب انما تخبط وتوصل لاشرف ويلاقيها انما ده ما يمنعش ان هو جول كويس اشرف عبد الرشيد والله. وادي لعبه تاني فاول للسويس. المباراه في الشوط الثاني بقول لحضراتكم بقت اسرع والسويس هاجم وراحت منه فرصتين ونادي الزمالك عزز الهدف بهدف ثاني وادي فاول للسويس وخطر ولسه خطر وبرافو حسين يا سيد. بقول لحضراتكم السويس شكل اداؤه في الشوط الثاني افضل كتير طبعا ووصل لجول الزمالك وادي حسين السيد بينقذ كوره اكيد اهي. دي لعبة تاني للسويس انما يضغط عليه ويقطعها على طول مدحت عبد الهادي. النقلة التالتة لاسماعيل يوسف والرابعة لمحمد صبري وصبري بيحطها لاحمد الكاس انما ما توصلش وتتقطع توصل لعصام نصر. هشام متولي يرجع تاني من دفاع الزمالك لحسين ياخدها اشرف قاسم مدحت عبد الهادي محمد صبري لاحمد الكاس والكاس بيلعبها للغندور انما بره الملعب اوت. اوت لصالح السويس هيلعبها عماد الزوق بره الملعب اوت. تاني محمد صابر محمد على طول لاشرف قاسم واشرف بيحطها حلوه لعصام مرعي اللي قاطع في توقيت كويس قوي وبعرض الملعب وتاني الكاس انما ساند الكاس وتحسب فاول خبط الظاهر احمد وان شاء الله تبقى سليمه ورايح له الجهاز الطبي. وادي لعبه للسويس وليد معاذ وليد بيفتح اللعب ناحيه الوينج اليمين كامل يوسف هشام متولي ويتضغط عليه ومقطوعه وتوصل تاني عفت لحسين عبد اللطيف يلعبها على جنب لخالد الغندور ويعدي خالد ويلعبها تاني انما المره دي في ايد اشرف عبد الرشيد لسه بره
احمد الكاس. والزمالك بيلعب 10. وادي لعب على طول عماد الزوق، يلعبها لهشام متولي، انما حسين عبد اللطيف مش سايبه، يخلصها لصبري، صبري وعصام نصر، ويمشي صبري ويوقفها، وفاول على محمد صبري. ياخدها عصام نصر، فاول بخبره، ويلعبها لعماد الزوق، وعماد على طول طويله لقدام، انما نبيل محمود لصبري. ونص ساعه على ساعتي من الشوط الثاني، والنتيجة 2-0 لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجونين أحمد الكاس. أدي لعبة تاني، وليد معاذ للسويس، يلعبها على جنب ناحية اليمين عند كامل يوسف، ماشي كامل من ناحية اليمين، ولعبها بعرض الملعب، وخطر خطر، يا خبر أبيض، ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. ضربة مرمى لنادي الزمالك، ولسه احمد الكاس بيتعالج. ومعاه الدكتور ممدوح مصباح، اتخبط الظاهر في وشه ولا حاجة، ان شاء الله يتعالج ويقوم سليم. وادي هاند بول على محمد صبري. ايمن يلعبها رضا العيسوي لعماد الزوق، وعماد على طول طويلة ترجع تاني لنادي الزمالك. حسين عبد اللطيف يلم حسين كورتو، رجعها لنبيل محمود لحسين عبد اللطيف تاني، لسه مع حسين عصام مرعي لأشرف قاسم، ولعبة عن خالد الغندور، طريسة من خالد، يلعبها ورا تاني لأشرف، وعفت نصار، وبره الملعب كورنر، كورنر. وادي أحمد الكاس بيطلب إنه ينزل، وهو ياسر السيد بيحطها على طول ضربة ركنية للزمالك من ناحية الشمال، ونزل أحمد الكاس. خالد الغندور، واتلعبت على طول وعالية، وطالع أشرف عبد الرشيد وماسك. بيدو على طول لرضا العسوي لعصام نصر لعماد الزوق، انما هاند بول لصالح الزمالك. اسماعيل يوسف يلعبها على طول لمحمد صبري، طالع له حسين عبد اللطيف، انما لعبت فعلا لحسين، وبعرض الملعب وخطر، ويطلع على طول رفعت حسن، انما يلعبها تلمس في عفت، وتطلع ضربه مرمى لصالح السويس. تاني السويس بيبدا هشام متولي لعماد الزوق، لهشام تاني، لعيب مجتهد والله هشام، ولعيب كويس وماشي، ومع اسماعيل يوسف بيطول وبيحاول اسماعيل، ومجهود كبير ويخلصها لنفسه اسماعيل، وياخد فاول اسماعيل يوسف. جهد كبير قوي وخبره كبيره في تيم نادي الزمالك، وعمل مجهود كبير، وعلى طول طبعا تشجيع من جمهور نادي الزمالك، الأداء الكويس، أي لعيب بيأدي على طول الجمهور بيحس على طول يا جماعة، وبيكافئوا في وقتها على طول. أدي لعبة على طول عصام نصر، ماشي عصام للسويس، إنما يقطع أشرف قاسم الكرة ويلعبها لخالد الغندور، وهجمة لنادي الزمالك، وماشي خالد من ناحية الشمال، وعدى وخد فاول، عدى الغندور وخد فاول على رفعت حسن. خمسة وتلاتين دقيقة واتنين صفر لصالح نادي الزمالك، واللي جاب الجونين احمد الكاس في الدقيقة 44 في الشوط الاول، والدقيقة 20 من الشوط الثاني. وادي فاول
رايح لها برضو احمد الكاس وعصام مرعي ومحمد صبري. طبعا الحاجات دي بيبقى حاجات متفق عليها، اي تيم بيبقى فيه اتفاق بين لعيب او اتنين بتوجيه طبعا من المدرب مين اللي هيلعب. وادي لعبه فعلا احمد الكاس وبتتحط جوه المنطقه، واشرف قاسم انما رايه وصفاره اوفسايد. فاول للسويس، يلعبها على طول رفعت حسن، عماد الزوق لرضا العسوي، ماشي رضا ليبرو تيم السويس، وتاني توصل لحسن ابو الوفا، وليد معاذ، وليد بيحطها لهشام انما مغطي حسين عبد اللطيف، وتتلعب على طول توصل لعصام مرعي وبيحطها عصام لخالد الغندور، وماشي وفاول. فاول، واعتقد ان فيها قرار لان فيها عرقله من الخلف وانذار لعماد الزور. انذار وفاول لصالح نادي الزمالك. مدي الكابتن حسن علي حكم ماتش النهارده مدي فاول لنادي الزمالك. شايف انا اشرف قاسم. داخل اشرف وبيلفها وخطر انما فاول صايد على عفت نصار، وتتلعب على طول. كامل يوسف ماشي من ناحيه اليمين للسويس، يحط رجله اسماعيل في الكوره، تخبط في حسان ابو الوفا وتطلع بره الملعب. فاول. اوت على طول للزمالك محمد صبري، وفاول على السويس. وادي لعبه تاني توصل للسويس، رضا العسوي لوليد معاذ، مقطوعه تاني نادي الزمالك، ويبدا اشرف قاسم. نقلتين ثلاثه للكاس اسماعيل لأشرف، وإسماعيل تاني محمد صبري، خالد الغندور بكعب رجله حلوة لصبري للغندور إسماعيل، وتاني ورا حسين عبد اللطيف. أداء في ثقة من نادي الزمالك، واتنين صفر، وفاول لصالح نادي الزمالك، هيلعبها حسين عبد اللطيف، سابها لأشرف قاسم. اشرف على طول بيحطها تاني لحسين عبد اللطيف، وماشي حسين ماشي ماشي وبيلعبها على القايم القريب انما في ايد اشرف عبد الرشيد. واشرف على طول بيلعبها لقدام، ترجع من مدحت عبد الهادي، بيبدا تاني اشرف قاسم، والكاس بيحطها بره الملعب اوت بمنتهى الروح الرياضية. الكاس بيلعبها في لعيب من السويس واقع، إن شاء الله يتعالج ويكمل مع فرقته.